لو الحكاية فيها إن فيتو. رأيك في أداء المهندس كادر عزيز بعد 8 شهور تقريبا؟ سنة مش وقت. شوف هو أنا عذره ومش عذره. ليه عذره ومش عذره؟ هو كان وزير للشباب، كان من وجهة نظري إن أداؤه جيد جدا. الرياضة لها مشاكل كتير، أصل أنت طالما بتتكلم عن قطاع منافسة فأنت بتتكلم على غالب ومغلوب. احنا عندنا في قاعدة في السياسة أنا موجودة في الرياضة، القائد الذي يرضي جميع الأطراف قائد فاشل. للأسف الشديد أنا بأجد أن المهندس خالد عايز يرضي جميع الأطراف، خاصة في المجال الرياضي. أنا بقول له آسف، القائد الذي يرضي جميع الأطراف قائد فاشل، لابد لك في بعض الحاجات من مواجهات واتخاذ قرارات قد تغضب البعض. إيه يعني؟ أهم حاجة إن أنا عندي مصلحة بلدي، دولتي، المؤسسة اللي أنا أو الوزارة اللي أنا مسؤول عنها، وإن أنا أرضي الصالح العام ويبقى قرار أغلبية. يبقى أنا هنا، إنما أنا هعتمد على إن هتحصل مشكلة أو ما جا طيب الخواطر وأقول دي تنتهي دلوقتي، بعدين هتبقى نار تحت الرماد وهتظهر بشكل هيبقى قوي له أبعاد كتيرة. والدليل بقى إن أنا في البداية كنت سعيد باختيار المهندس خالد، إلا إن أنا زعلان منه جدا لما تجاهل مشكلة تضم في عضويتها 100,000، يعني مشكلة شعبية خطيرة زي مشكلة نقابة المهن الرياضية، مشكلة على الوضع الإعلامي بتهم أكثر من 10,000 ناس بتاخد معاشات، مشكلة بتهم كل اللاعبين والمدربين والإداريين المصريين والأجانب لأنهم بيتعاقدوا، واللي له حق إصدار هذا التصريح هو نقابة المهن الرياضية، فأنت تسببت في تعطيل العديد من المصالح، وإن جزئية عدم حل هذه المشكلة اتسببت في إن وجود مدربين أجانب دون ضوابط الدولة حطاها، زي مدرب النادي الأهلي الجديد جه إزاي؟ جه بدون أي ضوابط، إما عن طريق وزارة، عن طريق الهجرة، إما عن طريق القطاع الأحوال المدنية محطوطة ضوابط، أو وزارة القوى العاملة. لأي حد مدرب أجنبي قانون 3 لسنة 87 بيلزم أنه يتعرض العقد بتاعه على نقابة المهن الرياضية واتخذ موافقته واتخذ 10% من نسبة هذا العقد. أنا بكرة ده ما حصلش، وانت جاي لي كده عمله مصر أصلا مخالف للقانون المصري، فعمله مخالف للقانون المصري. يا باش مهندس خالد، ما انت لو حليت مشكلة النقابة وانا جاي اقول لك بعد اذنك انا النادي الاهلي مخالف، تقوم ادي لك فرصة؟ هو ده التوأمة اللي بتتم بين القيادات، هي دي الروح الرياضية، هي دي ان انا بساعد حضرتك وانت بتساعدني على حل المشكلات اللي تبقى مطروحة على الساح، اللي على الساح، ووفر على القضاء المصري العديد من الحاجة. انما انا بعت للنادي الاهلي، اديني خلال يومين هبعت انذار للنادي الاهلي واضطر برفع قضية وهكسبها ان شاء الله تنفيذا للقانون. فايه الداعي؟ طب انا لو انا كان قابة مستقر هرفع سماعة التليفون او ابعت لك مذكرة اقول لك ان النادي الاهلي خالف، فهتبعت له يا جماعة نحل هذه المشكلة، ايه المانع؟ انما انا شايف ان المهندس خالد انا كان نفسي يبقى عامل بيواجه زي رئيس الجمهورية. انا عندي جروح في هذه الجزئية، او عندي جزئية محتاجة بتر، او عندي جزئية محتاجة معالجة بشكل معين، اضطر في المواجهة. انما زي ما بقول كده هراضي، هتلاقي، شوف افتكر الكلمة دي عندي، المهندس خالد في البداية حالة رضا غير طبيعية، ثم الكيرف هيتنه نازل 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 نازل. انما لو واجه المشكلة بحلول هيضطر ان الكيرف ده ينزل، بس ينزل ببطء ويطلع تاني، وينزل ببطء ويطلع تاني، وهكذا. عندنا برضو أزمة مصارة في الوسط الرياضي، الوسط كله أزمات بقى، الألتراس والجمالية. دكتور فتحي الرجل الأكاديمي شايف حل الأزمة دي إزاي؟ لازم يبقى لها روابط، لازم يبقى لها منهجية، لازم يبقى لها قانون يحكمها، لازم يبقى فيه شخص، أشخاص مسؤولين عنها ويتعامل لها حساب بمعنى، ولازم داخلها لازم يبقى فيها هيكلة إدارية، لازم يبقى فيها هيكلة داخل الهيكلة الإدارية ديت عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة كلها تبقى موجودة،
بان كل عضو يبقى له سمه ورابطه في العضو في الرابطه ده، يبقى له اما بالصوره بتتاخد عن طريق، وعلى فكره مش مكلفه، عن طريق بصمه العين او عن طريق بصمه اليد، ويبقى اللي داخل كل اي حد داخل يبقى داخل عن طريق هذه البصمه. وبيتعمل دلوقتي تسجيل للفرد بيبقى على الجهه المختصه موجوده، حتى مش على الكمبيوترات، موجوده على الموبايلات. مش ازمتهم في الدخول، هم ازمتهم بعد ما يدخلوا هم يجيبوا مين عمل المشكله. ما دي اللي بتكلم حضرتك عليه. فكان اسهل ما يكون ان انا هجيب الشخص اللي اتصرف في القطع ده. الدليل على كده ايه؟ ان انا عندي الكثير من محلات الذهب لما تم سرقتها بعد فتره كبيره جابوا الناس. ليه؟ عن طريق ان موجود كاميرا. طب الكاميرات دي اتحسنت، عارف تكلفتها دي للمكان بتصل لقرابه 4000 جنيه، يعني الارقام الفظيعه بتاعت الاول بتاعت 100000. اشتراطات النيابه العامه بعد حادثه بورسعيد ان كل الاستادات والملاعب الرياضيه يتم تجهيزها بكاميرات، وكلها مجهزه حاليا، غرفه التحكم وكاميرات. كده نقدر نرجع الجماهير؟ تقدر ترجع الجماهير بس بحاله ايه؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله. بمعنى انت لازم تحط ضوابط لدخول الجماهير. الحاجه الثانيه الكاميرات اللي كانت موجوده بعد اذن حضرتك اللي موجوده حاليا هي ما تمش ظبطها، بدليل ان المراجعات اللي تمت على معظم الاستادات ما هيش حقيقيه، ما هي الصحيحه، ولا توجد كاميرات ان انت تستطيع بيها مراقبه وضع ضوابط، ولا الامن يقدر يستعمل انه يسيطر. كل استاد اللي بيصرف 200 مليون و300 مليون ده في استاد ايه؟ استاد اسوان صرف 46 مليون كاميرات وتطوير بس. انت اديني حضرتك وانت بتلعب لكام فريق كره قدم في الدوري الممتاز ب والقسم الثالث والممتاز الف، كام استاد مجهز؟ مش هيكمل نسبه 25%. مش هيكمل، تمام؟ بتكلم على الاقل على الدوري الممتاز. اغلب استادات الدوري الممتاز لا مش مجهزه برضه. انما عايز تعمل ايه بقى؟ انا بقول في البدايه خالص اديها لشركات، هتكلفني قد ايه يعني، اديها لشركات واعمل سيستم واعمل نظام. شركات متخصصه في هذه الجزئيه، حتى لو كلفتني شركات اجنبيه، وبعد كده انقل هذه الخبرات بان انا ادخل معاهم مصريين، ولما اقول ان المباراه تتحمل مني امنيا ان انا احكمها قد ايه، وليكن الاستاد بيستوعب 60000 هقول 5000، هقول 7000، لما وبعد ال 5000 والضوابط نجحت مره واثنين، بعد كده اخليها 7000، اخليها 20000، ولغايه ما اصل الى حد انها تبقى متروك، لان الضوابط هبقى مسيطر عليه وعارف ان اللي اخطا بعدها بساعه هيتم محاسبته ومجايبه ووضعه تحت طائله القانون. متفائل بقرب عوده الجماهير للمدرجات؟ عارف هم المشكله ان احنا في مشكله في مصر، ان احنا كلنا بنعرف نخطط كويس، انما التنفيذ هي دي المشكله الحقيقيه. وده كان الفرق ما بين القياده الناجحه، انك انت تسمع، انا عايزك تسمع لي اي قياده في مصر هو بيتكلم في التلفزيون، حواره جيد جدا، حواره مفيد جدا، يتولى المسؤوليه، تقول ده لو تولى المسؤوليه، حينما يتولى المسؤوليه تلاقي التنفيذ بتاعه بيقل عن الحقيقه او عن فكره او عن تخطيطه بنسبه تصل فوق 90%. طب انا هعمل ايه؟ فانا الازمه عندي في مصر ان القيادات بتتعامل على رد الفعل، ما بتتعاملش على منع وقوع الفعل. يعني ايه؟ انا هرجع جماهير، تحصل ازمه او مصيبه فاتعامل عليها زي ازمه بورسعيد. انا انت مش قادر تستوعب من الاول ان انا عندي تكهنات وتقرير امني مسبق ان ممكن يحصل مصيبه. اذا انا لو منحت المباراه دي بدون جمهور وزعلت الناس كلها، بس ما تسببتش في موت واحد، ما تسببتش في موت شخص واحد، انما لما اضطرت لها انجلترا خدت حطت قوانين صارمه. انا النهارده لو اضطريت لها في مصر احط قوانين صارمه. ليه؟ انا المفروض حياه الاشخاص دي فوق كل اعتبار. تمام. ازاي بقى الرياضه تساهم في مسيره التنميه اللي احنا عايشينها في عصر الرئيس احمد حسن، عصر جديد؟ شايف الرياضه ممكن تساهم ازاي فيه؟ شوف انا هو قال كلمه على ما يعني ايه سمعت انها اتقالت، يعني احد الاصدقاء قال ان انا سمعتها بودني. ان كان قال هذه الكلمه فهو رجل يستحق كل خير. بمعنى قال ايه؟ فيما يخصنا احنا كان عن الرياضه، يعني قال ان الرياضه قضيه امن قومي. هي فعلا قضية أمن قومي. السبب اللي ثبت لنا كده هي الأبحاث العلمية. بمعنى
لما يجي يقولوا افضل طرق الوقايه منظمه الصحه العالميه تقول لك ان افضل طرق الوقايه في العالم عن طريق ممارسه الرياضه، لما يجي يقول لك ان صرف دولار واحد على الفرد لممارسه الرياضه يوفر 3 دولار لصحه الانسان، ده مين؟ منظمه الصحه العالميه في تقريرها في العرض للامم المتحده. لما يقول ان انخفاض معدلات اكبر المؤسسات اللي تضيف من اليونسكو تضيفها للامم المتحده كهيئه، تقول ان انخفاض معدلات الجريمه يتم افضل حاجه لها عن طريق ممارسه الرياضه. لما اجي اتكلم على نواحي الانضباط ومعالجه الكثير من الامور النفسيه لدى الاطفال ولا لدى الشباب ولا لدى الناس اللي ممكن ينحرف في اي حاجه وليكن زي ادمانه قضايا الادمان، هي ممارسه الرياضه. لما اجي هنا بقى بقول لك ايه، المخطط او المشرع كان فاطن جدا، حطها نص في الماده وحطها حق اصيل للممارسه لجميع فئات الشعب وضروره على الدوله، تمام، والانتقاء للموهوبين في المنافسات برضو حق على الدوله. انا بتكلم بقى اذا انت اديت ممارسه رياضه صحيحه مش بالصدفه، ليه؟ لانك انت عندك حاجه حصلة بالصدفه تعتبر نهضه رياضيه، وهي الملاعب المفتوحه اللي تمت في انحاء مصر. دي افتكر الكلمه دي عني، هتتسبب في ليه؟ اولا هينخفض معدل التدخين، الناس هتروح بتلعب رياضه في صوره جامعات وبتنشغل، والنفس اذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ولما بتلعب رياضه بتزيل مخلفات الغضب فبتروح في حاله نفسيه مختلفه وبيختلف معاها التعاملات سواء بقى على مستوى الشعب ككل، لان انت عارف ان الكل مجموع الاجزاء. فانا لما انتشر بهذه الجزئيه يا ريت بقى الدوله تتنبه في مساحات خضراء وفي ملاعب مفتوحه، وهي بدات تتنبه في هذه الجزئيه الحقيقه، يعني انها بقت موجوده. ويا ريت نتنبه ان الملاعب دي اللي ما تبقاش بقى للكوره بس، ان مثلا ان انا عندي العاب ذهنيه زي البلياردو، ان انا عندي العاب لملاعب صغيره ثلاثيه زي السله والطايره واليد، ان انا عندي ملاعب شاطئيه تتعمل في جميع الشواطئ، وانت عارف ان مصر بتحتل على السواحل مناطق شاطئيه كبيره جدا، بتعمل، وخاصه ان انشطه الشواطئ سواء في كره القدم بقت لها نسبه، يعني كره القدم تمارس وكره الطايره وكره السله بتمارس دلوقتي فين؟ في الشواطئ. ايوه. موقف نقابة الماء من صندوق دعم لتحيا مصر. والله انا ان كان على المستوى المهني فالنقابه محتاجه دعم، لان انا بعتبر انها زي جزء من مصر، انما على المستوى الشخصي انا عارف انا عملت ايه بالنسبه لصندوق تحيا مصر، ان احنا ساهمنا بما نستطيع فوق على المستوى الشخصي، انما على المستوى المهني اذا كنت انا بقول ان انا باخد دعم من الدوله لصندوق المعاشات 2 مليون جنيه، المعاشات في السنة 4 مليون، هتبدأ من 2013 الفرد بيصرف 40 جنيه في الشهر، لو صرف حسب قرار الجمعية العمومية من 2013 وكانوا متأخرين 5 سنين هيصرف الضعف 80 جنيه، يبقى هيصرف 8 مليون جنيه. أنا لغاية دلوقتي معرفش أجاوب حضرتك على إن أنا أجيب منين باقي هذا الدعم إلا عن طريق الدولة وصندوق التمويل الأهلي اللي احنا ممكن نقول بيه، وبدل ما الدولة بتدي أو صندوق التمويل الأهلي يروح لجمعية من الجمعيات زي اللاعبين القدامى تدي له مبلغ رهيب، فبقول لك بعد إذنك المسؤول الأول والأخير عن الخدمات والمهنيين في قطاع الرياضة في مصر هي نقابة المهن الرياضية وليست جمعية ينشئها فرد أو 2 أو 3، فتنبههم إن صندوق التمويل الأهلي لو أنا من الوزير أزود الجزئية المدعمة لنقابة المهن الرياضية إلى على الأقل في السنة 5 مليون جنيه، وإحنا نتصرف في 3 مليون ونبقى ابتدينا نوفي أقل الطلبات لأعضاء نقابة المهن الرياضية. أخيرا تقول لأعضاء النقابة قبل أسبوع من الجمعية العمومية. بقول لهم يا جماعة إن أنا في البداية كان لنا برنامج، البرنامج ده ما تحققش بنسبة 100%، ولكن إحنا صدقنا
في ان احنا جينا قلنا احنا هنسدد جزء من المعاشات كبير. احنا سددنا بدل كانوا 5 سنين متأخرين سدينا لغاية دلوقتي 3.5 سنين وقريب الشهر اللي جاي هنصرف 6 شهور يبقى سدينا 4 سنين من 5 سنين متأخرة. ان احنا واخدين قرار في الجمعية العمومية بزيادة قيمة المعاش الى الضعف 100%. بقول لهم ان انا عندي ان انا عالجت الفساد اللي كان موجود على الاقل في مرتبات الموظفين والفساد من مخالفات مالية واجهته وما حاولتش ان انا اداري او اظهر بمظهر ان انا اتعاون مع اي حد فاسد. انا واجهت ده وحولت المخالفين فيهم الى النيابة. ان انا بقول ان انا المبلغ اللي موجود في النقابة حولت الحساب يوم بيوم مما تسبب في زيادة ضعف دخل النقابة 12 مرة ومعايا خطاب اصيل من البنك مصر بيثبت صحة هذا الكلام. الجزئية التانية ان احنا انشأنا موقع وعملنا سيستم للنقابة وعملنا مركز اعلاني كويس جدا هتشهده خلال المرحلة القادمة عشان الناس تستطيع انها تعرف ايه الخدمات اللي ممكن تأديها النقابة. ولنا رؤية بعد محاربتنا لهذا الفساد واستقرار النقابة خلال الشهر اللي جاي لنا خطة تطوير في العامين القادمين بمشيئة الله ونكون عند حسن ظن أعضاء النقابة بنا. شرفتنا ومعرفتنا دكتور وضيف غالي وعزيز علينا. أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر أسرة التحرير وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم.